بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله اليوم راح أشرح Engineering Economy، راح أشرح فيها Present Worth, Future Worth and Annual Worth Analysis and Comparing Alternative by Excel تحت إشراف البروفيسور محمد الأشاب، أخوكم الطالب خالد القحطاني من جامعة أم القرى. وبسم الله وعلى بركته نبدأ. أول حاجة نحتاج نشوف التغييرات اللي عندنا، اللي نحتاجها في المسألة، هي investment والannual revenue والexpenses إذا كان في expenses والend life value والrate والperiod. فراح أشتغل إن شاء الله على المسألة الموجودة في المذكرة وراح نقارن الحلول. فنبدأ نحط المتغيرات اللي عندنا. في الحالة هذه ما عندنا expenses فنحط صفر، والآن الكاش فلو يكون إذا كان فيه، يعني يكون الريفنيو ناقص الاكسبنسز. فلو كان مثلا عندنا expenses 2000 مثلا يحسبها أولا على طول. في الحالة هذه ما عندنا فما نحتاجها. والإند لايف فاليو 5000، والريت هنا 20، والبيريد 5 بيريد، أيا كان البيريد سنة شهر whatever. ففي البريزنت وورث في فورم الأجازة اللي هي بي في موضح عندك هنا إيش تحتاج في في الفورمولا. فهو يقول لك الريت في البداية، فأنت على طول من يوم ما الريت تجي عند الريت كوما البيريد اللي هي البيريد أو عدد البيريود كوما البي ام تي اللي هو الانوال وورث أو انوال كاش فلو. ولكن إيش وجب تحط سالب قبلها، كذلك الفيوتشر فاليو برضو سالب فيوتشر فاليو، فيجيك هنا اند بيريد زيرو خلاص زيرو. وما ننسى الانفستمنت اللي هو البي زايد انفستمنت، كذا حسب لنا اياه على طول. نفس الحالة اذا نحتاج الفيوتشر وورث برضو فيه في فورم الأجازة زي ما تشوف سهلة، ريت كوما بيريد كوما سالب ضروري بي ام تي الحالة هذه هنا سالب بي في الحالة هذه هنا زيرو اند بيريد زايد الفيوتشر وورث راح يعطينا الحل على طول. أما بالنسبة للأنوال وورث فمعادلتها بي ام تي ريت كوما بيريد كوما سالب فيوتشر وورث، معلش هنا لازم سالب برضو اند بيريد لأنه خلاص انتهيت ما عاد بقي شيء، زايد الانوال وورث. فلو تشوف الناتج نفس ال 934، طبعا هنا دق، ف 934.28 نفس اللي موجود في المذكرة، كذلك الفيوتشر وورث والانوال وورث 2325 312. إذا مثلا احتجتها في الكومبيرينج، ففي مثال في الكتاب في فيوتشر وانوال وبريزنت، فنفس الموضوع ولكن تغير المتغيرات اللي هي 390 920 660، هو يحسبك على طول تسوي كومبيرنج انت نفسك. ففي الحالة هذه كان كان ليه سالب 390، كان
annual cost كان في الحالة هذه 69. كانت البيريد 10 والريت كان 10. في الحالة الثانية كانت 920 والحالة الثالثة كانت 660. هنا كانت 106 167 نفس الكلام هنا 133 500. الاكسبنسز كلها كانت زيرو. هنا نسحب أقاصي يجيب لنا المعادلة دايركت. ال end life ما كان في end life. ال rate نفسه وال period نفسه. فاحنا دايركت نسحب هذه المعادلة كاملة اللي هي هنا على طول تنطبق على الجميع. طبعا هذا معناته انه يعني المحل مو كافي. بس فلو نقارن بالمذكرة الأولى طلعت 33 106 present worth. هذه كلها present worth 106 160. في future worth طلعت 88 275 415 وكذلك في الانوال وورث. خمسة آلاف 529 طبعا هنا أدق 17 و26 و118. أتمنى تكون معلومة أفادتكم وشكرا.